لا ما شاء الله، صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب النبي يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف المرسلين ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب النبي يا جماعه. بالله لكم يا جماعه، لو حسيت ان النبي قالت لا اله الا الله يخش على الفيديو يعمل معاه لايك ويصلي على الحبيب النبي. بالله عليكم عشان خاطر الله، اللي يخش على الفيديو يدعي للحاج حسن بالرحمه والمغفره، واللي يخش على الفيديو صلى على سيدنا النبي واستغفر ربنا في التعليق كده واحد اللي معانا وسمعونا الصلاه لحضره النبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف المرسلين ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نفضل ربنا يعني النهارده في الايام باذن الله. طبعا النهارده زي ما احنا معودين المشاهد معانا على التواريخ، النهارده في الايام بفضل ربنا النهارده الاثنين، طبعا التاريخ معانا 15 معانا محمد النهارده 16 النهارده الاثنين يا جماعه 16/8/2022 النهارده 16/8/2022. حبايبنا الحلوين على فيسبوك وعلى يوتيوب بنصبح عليكم كده وبنحييكم تحيه طيبه من داخل مزرعه الحاج حسن ابو الحاج رحمه الله عليه. طبعا كل اللي يخش معانا اللايف الدعاء بالرحمه للحاج حسن ابو الحاج جمال المغفره، وربنا يرحم جميع امواتنا واموات المسلمين. سمعونا صلاه الحبيب النبي كده، شير الفيديو، صل على النبي معانا، اذكر ربنا معانا. النهارده معانا طبعا ملك السلالات معلم حماد ابو الحاج، هتجيكم بعرض النهارده من العرض الاول. النهارده معانا عرضنا اثنين بفضل الله، عجلات متلقحه وعجلات جاهزه للقاح. عجلات متلقحه يا جماعه وعجلات جاهزه للقاح، وطبعا السن كله لبانه، سمنتال معانا، معانا المنبليار، معانا البراون اللي على ابوه، معانا عده فيهم هنا بنت استراده واثنين باني. خليكم معانا على اللايف كل حاجه تظهر معاكم. النهارده على دماغنا سعاده الباشا. النهارده يا جماعه ان شاء الله التاريخ 15/8/2022. عم محمد النهارده التاريخ 15 يا عم محمد. التاريخ 15 يا عم محمد، ركز معانا يا عم محمد بالله عليك. على راسنا سعد. المشاهدين معانا بالصلاه على الحبيب النبي يعني داعميننا كده بالتعليق فالصلاه على الحبيب النبي. وحدوه. النهارده معانا مفاجآت، وطبعا هي يعني بالصلاه على الحبيب النبي كده هي سماحه في سماحه. كلها سماحه يا عم حماده، من الصباح الفل يا عم حماده. احلى صباح عليك يا ابو عمر وعلى كل المشاهدين اللي معانا وكل متابعينا وكل محبينا في كل مكان، والمشاهدين كلها على دماغنا من فوق، الناس المحترمه، القناه المحترمه. احنا بنبدا العرض بتاعنا بالصلاه على سيدنا النبي، ماشي؟ وانا بصبح على كل المشاهدين اللي معايا وكل محبينا وكل متابعينا في كل مكان، وكل يوم يا ابو عمر بنحاول نقدم ليهم سلالات افضل وافضل، ماشي؟ وبفضل رب العالمين النهارده معايا 9 تفاحات من العيار التقيل. بسم الله ما شاء الله. ومعايا لسه قنبله العرض ومفاجاه العرض كله لسه جوه يا ابو عمر، معايا 10 تفاحات من العيار التقيل من الدرجه الاولى. دولت النهارده يا ابو عمر 9 عجلات بما يرضي الله، فيهم 4 فيهم تلقيح يا جماعه، و5 جاهزين للعشر مباشر. باين كلها بتقرا وتكتب قدامك كده يا بابا، باين بسم الله الله اكبر، فتحه ونظام وتكعيبه وعدلان وعدلان، حاجه حلوه بما يرضي الله ونعم بالله. بضاعه كلها ترضي رب العالمين يعني. معايا عجله عشر ارعى سلاله من السلالات النواذر، ماشي؟ والسعر بتاعها هيبقى قنبله ومغري من تحت. الصلاه على الحبيب النبي، سمعونا الصلاه على الحبيب النبي. واللي طالب اي كميه اي سلالات بفضل رب العالمين اقدر اوفر له يا بابا. تمام. مكاننا يا باشا المنوفيه، اوسنا، قريه عرب ابو ذكري، مزرعه الحاج حسن ابو الحاج. رقم تليفوني يا ابو عمر مبدئيا اللي بيحجز اي عرض مني 010-980 ثواني يا عم حماده 998 يا ابو عمر. نقول رقم تاني 010-980 4 سام 010-980 4-998 يا ابو عمر 998. نخش في العرض يا باشا كده ونبدا العرض كده على طول، نخش في صلعه سيدنا النبي وهنخش في سعر على طول. بس انا عايز كل المشاهدين اللي معايا يدعموني بلايكات حلوه وبتعليق فيها الصلعه سيدنا النبي. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع على طول يا معلم. سمعونا الصلاه الحبيب النبي يا جماعه. 9 تفاحات من العيار التقيل. ادي معانا المنبليار. انا عايز اشوف بس الحلبات كده وعلى طول يا باشا. بص هقول لك على حاجه، الباين وهي ماشيه تشوف حلبات، باين بضاعه ترضي ربنا. تمام. مال يرضي الله. شايفين؟ فتحه الميزان من ورا.
كعيبة قصت موازينها كلها في قلب بعضها كده يا ابو عمر. شغلته يعتبر 260 كيلو في قلب بعضها. شغلته العجل هنا يا جماعه طبعا الدرجه الاولى زي كده المعلم حماده يا باشا. البهيم طبعا عن جد البهيم دي يا ابو عمر خليط من العالي، مش بنات بيور ولا بنات استيراد، خليط من العالي يا حبيبي. بهيم صحه وقوه ومناعه عاليه، اللي عايز لقطه فتحه ونظام وجرامه وحاجه حلوه، مشروع اساس بقرب ما يرضي الله. معانا معلم حماده المتوسط الموازين كام يا معلم؟ يعتبر الميزان كله في قلب بعضه يا ابو عمر كده يعتبر 260 كيلو، 250 كيلو في قلب بعضه ما عدوش يا باشا. خليها في المتوسط شو عليه. العجله دي يا ابو عمر فيها تلقيح، فيها تلقيح شهر 30 يوم، كانت صارف الدوره اللي عدت وصاحبها لقحها ما ردتش عليها تاني. نطت عليها عجل، مش تلقيح صناعي يا جماعه، لا نطت عليها عجل. تمام بما يرضي الله. شايفين يا جماعه الدرجات؟ شايفين العجلات؟ يا جماعه دي بقى يا جماعه العجل ده يا جماعه تعيش في الصعيد، تعيش يا عم حماده في درجه مئويه 55 الشمس ضربه فينا يا جماعه تعيش، مفيش اي مشكله. يا ابو عمر انا بقدم النهارده مشروعين من انجح المشاريع، بقدم مشروعين من انجح المشاريع بما يرضي الله ونعم بالله. بس السعر هنا بما يرضي الله ونعم بالله. معلم سعر المربي اللي بيجي ياخد عجله بسعر التاجر اللي بيجي ياخد 1000 عجله. تمام ماشي، بس انا عايز تدعموني بلايكات حلوه وتعليق حلوه في الصلاه على سيدنا النبي. انا بقدم تفاح امريكاني، ما يغلاش على مشاهدنا يا باشا، وبحب اقدم كل يوم للمشاهد تفاح امريكاني مال يرضي ربنا. يا طبعا ياخد العجله ده معايا هلقحها السمنتال ده النهارده. صلى على سيدنا النبي. السمنتال دي صارف فعلا يعني الدوره بتاعتها النهارده. تمام اللي هياخدها يا معلم حسام، يا معلم حسام يا باشا صلى على النبي يا ابو عمر. بخش في السعر بقى. وحياه النعمه المشاهدين بتسال عليك وبتصب عليك. احلى صباح المشاهدين كلهم، مفيش بارتر حلوين كده. وان شاء الله بامر الله معايا مفاجآت، انتظروني بكره ان شاء الله معايا مفاجآت بامر الله. هننتظرك بكره ان شاء الله. عجلات عشر وعجلات تحت عشر بيور، متاكد ده المعلم حسام يا جماعه طبعا بتاع البيور معروف، الناس كلها على دماغه، وده المعلم حماده ملك الخليط العالي معروف، وكل واحد يخلف مجاله. معلش يا معلم حسام. ورقم تليفوني يا ابو عمر 010 اللي عايز اي حاجه بيور من ذكر لانت لا اي حاجه، اللي عايز يستفسر عن اي شيء برضه تحت امر. تمام يا ريس 010 تمام 60 3-5 35 1-8 18 9-4 94 معلم معلم حسام حسن ابو الحاج، وكل اللي يخش على الفيديو ابو عمر يدعي الدعاء بالرحمه للحاج حسن ابو الحاج. ربنا يرحمنا جميعا يا معلم حسام رحمته. وزي ما المشاهدين بتوعك عملونا وبيدعمونا احنا برضه هندعمهم، وبفضل ربنا هنقدم لهم احسن السلالات وباقل الاسعار. اتفرج يا عمال كده ابو عمر. اتفرج يا معلم، هي مش شغلتك ديت دي، كل واحد شغله. تعالى كده ابو عمر دي شغله المعلم حماده. بص بص هنا كده دي والله يا ابو عمر قسما بالله لو دي دخلت في وسط بهام بيور هتنباع ب 25000 السمنتال دي. تمام مسك اجل اللي يرضي ربنا. احنا العيش في حلبات بس البهام دي بعد اذنك بالنبي بالله عليك حجوز العالم كده. معلش بص يا عمر كل حاجه باينه عندك. هو ابو اسماعيل الله اكبر الله اكبر، يعني من اجل تفاح امريكاني جايب الحاجات الحلوه دي من عم حلب حماد. صلى على النبي يا ابو عمر. نخش في السعر على طول عشان ما نطولش على المشاهد يا باشا. خليك لحظه كده معاه، بعد كده لف على البهام براحتك، لف على البيان براحتك. العجله اللي المشاهد بيحول لي فلوسها وتوصل له لحد عنده او حد من اخواتنا المقتربين اللي بره بيحول لنا الفلوس، واحنا بنبعت لهم بهايمهم لحد عنده. البيمه اللي فيها عيب شرعي يا باشا تلزم، فيها عيب شرعي انا متكفل بيها قدام المشاهد بعد شهر بتاعتي. اي بيمه فيها عيب شرعي توكل الله، حاجه من ربنا. خش لي في السر يا معلم. ماشي، التسع تفاحات دول بما يرضي الله النهارده السعر بتاعهم بما يرضي الله 157500. 100 157500 يا ابو عمر. 157500 متوسط سعر العجول دي يا ابو عمر في قلب بعضهم 17500 يا ابو عمر. 17000 17500 تمام. اللي عايز عجله من العرض هبيع له، اللي عايز اتنين هبيع له، اللي عايز ثلاثة من العرض هبيع. العجلة دي فيها تلقيح يا ابو عمر، والعجلة دي فيها تلقيح. تمام. دي الشلش بتاعها والضر بتاعها عندك باين. اللهم صل على النبي يعني ايه؟ اللهم صل على النبي. ولا الرخي. وفي فيهم أربعة فيهم تلقيح وثلاث وخمسة صرفين. تمام. ماشي. دولت يا ابو عمر متوسط السعر بتاعهم 17500. اللي طالب عجلة من العرض هبيع له، اللي طالب العرض كله رزقه والف بركه. خلي الله بقى العرض التاني يا معلم، يلا كده توكل على الله. عمر جاب لي حاجه برضه، اللي عايز يستثمر فلوس صح العجلات اللي تحت 10. تمام يعني ده احسن مشروع من انجح المشاريع فعلا. ماشي. وبهايم النتايم طول عمرها معروفه، يعني ما بتاكلش علف زي البقر. تمام والله اكبر الله اكبر. اربع شهور هتطلع بيها مع شهر بارقام فلوس، وربنا يبارك لصاحب النصيب. معنى عجله 10 3 برضه. خلي الله العرض طلع لي يا باشا العرض التاني، يلا توكل على الله. سمونا الصلاه حبيب النبي. العجله دي البراوني يا ابو عمر. العجله ال 10 3 خليها برضه القرعه دي. ماشي
لازم تطلع نفسي اطمن على الحلبات انا بس يا باشا. اطمن اطمئن عشان المشاهد اطمئن براحتك. معلش يا معلم حماده معلش اللي اخواتنا المقتربين يا معلم الناس عايز تشوف الشلش السن بتاع العجله لبانه طبعا الطعامه الجرامه الخشونيه السماحه الوش بس يا جماعه وش البيمه هو ظهرها كلها على بعضها ايه عشان ما حدش يقول ابو عمر لا بسم الله ما شاء الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر مفيش سمحه يا جماعه ربنا يبارك يا رب. استنى استنى بقى استنى شوف بس شوف شايفين ودي يا جماعه اللي هياخدها لفكحها النهارده تمام هي والهي والسنتره دي دخل يا باشا ودي شكلها عشر ان شاء الله تمام دخل يا باشا المحافظه يا جماعه ان شاء الله المنوفيه جوزنا قريه عرب ابو ذكري مزرعه الحاج حسن ابو الحاج معتنا العروض مع المعلم حماد ابو الحاج عم رفعت عبد الناصر حسن بدر على راسنا سعاده الباشا اشمون واهل اشمون يا باشا الناس المحترمين على دماغنا طلع معلم حسام بقى المفاجاه الثانيه يلا مع ثاني المفاجات مع المعلم محمد ابو الحاج خليك معايا يا عمر بس انا عايز لايكات حلوه وعايز تعليق حلوه فصل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم العجله دي عشر يا ابو عمر عشر بتاعها ثلاثه افتح السن العجله يا باشا برون لا ما كسرتش يا باشا ولا سن افتح السن طول وجرامه وحلاوه وعرض وخشونه ده يا جماعه يا باشا ابص كده بسم الله ما شاء الله طلع يا معلم حسام العشر اللي ده لسه طرد اهي رضيع عجله قرعه زي ما انتم شايفين طبعا سلال عاليه جدا جدا يا جدا يا ابو عمر بقى السعر بتاعك كام نخش في السعر مباشر بحب ادخل في الاسعار على طول خش يا باشا توكل على كام ماشي السعر هنا كام يا ابو عمر بمرض الله بكام يا عم احمد 27500 27500 وعشان خاطر مشاهدين قناه سوق بلدنا انا بعرضها بسعر عجله فاضيه ب 23250 23250 يا ريس ما تستغربش يا ابو عمر اللي انا بعرض بيه هسلم بيه 23250 فين بقى المفاجأة يا محمد انت بتقول لي في مفاجأة في مفاجأة هي دي المفاجأة ولا لسه في مفاجأة تانية؟ خليكم معانا يا جماعة اللايف ده عشر ثلاثة يا جماعة وطلع في الرابع عشر ثلاثة نضيف وبتشطف في الرابع تمام معلم مسلم ثلاثة ب 23200 أو 23300 زي ما بقول بسم الله ما شاء الله معتنا العروض مع المعلم حماد أهو تفاحات غزلات 10 غزلات من العرب تي الأول برضه تمام ربنا يبارك عشان الذنب من باع سمعونا صلى الله الحبيب النبي يا جماعه يلا نتعاقب 10 دقايق بالظبط اربع عند الكعبه صلى الحبيب النبي سمعونا صلى الله حضره النبي كده يلا غزلان يا ابو عمر غزلان 10 غزلان معانا امت بهايم دي يا ابو عمر دبابات نزل العشر على طول مباشر تمام وبهايم ترضى الله قول العشر بقى نتفرج عليهم لو انت عايز تنجز نخش في الموضوع على طول عشان معانا ناس في المزرعه الثانيه بس انا عايز لايكات حلوه يا جماعه وعايز تعليق حلو فيها الصلاه على سيدنا رسول الله وبنبدا العرض بتاعنا دايما بالصلاه على سيدنا النبي بذكر الله وبالصلاه على النبي عشان ربنا يحط البركه ويطرح البركه للمشتري ربنا يستر يا محمد عشان ده بال ما تنظرش كمان العشر تفاحات دولت يا ابو عمر من العيار الثقيل انا بعرضهم النهارده بما يرضي الله بما يرضي الله ب 155000 بكام 155000 عجلات جاهزه للعشر على طول يا ابو عمر 15500 15500 فرج المشاهد براحتك يا ابو عمر واللي طالب اي كميه اي سلالات انا تحت امر اي حد معلش يا جماعه انا مشغول عشان معايا ناس في المزرعه الثانيه سامحوني رقم تليفوني يا ابو عمر 010 980 4998 يا ابو عمر 010 للتواصل مع المعلم حماده وانا تحت امر اي حد 010 عايزكم تدعموني بلايكات حلوه افرج بقى وتعاليق حلوه وفيها الصلاه على سيدنا النبي طب سلام عشان محمد بس فرج المشاهد رقم التليفون يا جماعه 010 980 4998 طبعا يا جماعه العرض مميز جدا 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 يا معلم حماده لحظه بس بعد اذنك لحظه بالله عليك لحظه معلش لحظه بس هنطلع مع بعض خد معاك بس عشان ما فيش مواصلات انا خالص وجو نار معلش بص يا ابو عمر واللي طالب سلالات بيور برضه عندي خلينا نتفرج على دول الاول ال 10 ب 15 ونص يا معلم حماده المتوسط 15500 ايه عجلات جاهزه للقاح من النهارده طبعا بارخص الاسعار معانا خالد بلجيكي معانا خالد ونشتام من العالي قوي قوي هي عرضيه ربنا يبارك ربنا يبارك صاحب النصيب تعالى معانا في السمكه طيب وادي معانا هتقول اي حاجه للمشاهدين يا معلم حماده المشاهد كله على دماغنا من فوق سكه 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 على راسه معلش المشاهد كله على دماغنا من فوق يا ابو عمر والدنيا بحالها على راسنا من فوق واللي طالب اي كميه رقم تليفونك اللي عايز يحجز منك اي سلالات انا تحت امرك رقم تليفونك اللي عايز يحجز منك رقم تليفوني يا ابو عمر 010 980 4998 وانا تحت امر اي حد
رقم التليفون بتاع المعلم حازر 10 15500 اخر كلام 15500 السعر مغري. رقم تليفون المعلم محمد جماعه 010 980 4 9 9 8 كل يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت كل اللي معانا يعمل معانا لايك عشان خاطر ابو عمر عشان خاطر ربنا اقول لك مش عشان خاطر اي حاجه. ثم ابو عمر الغلبان اخوك الصغير في الله اللي كل يوم مجتهد معاكم ان انا احاول اقدم لكم كل جديد وجديد. الصلاه على الحبيب النبي. عجلات دبابات يا جماعه دبابات. ايه الحلاوه دي يا معلم حسام؟ حبيبي ابو عمر ربنا يبارك في صاحب مصر. انا انتظرك بكره والبيور على دماغي يا ابو عمر. حبيب قلبي يا معلم حسام. بص على الشاشه هنا كده يا ابو عمر. بص على كده بص على كده السلتان دي كده يا ابو عمر. صلاه النبي شايفين؟ صلاه النبي شايفين الدبابات؟ صلاه النبي يا ابو عمر بالذات اسمع عندك شايفين؟ طب والله العظيم يا ابو عمر الماني؟ لو عند اي حد ولا امريكي؟ ألماني. امريكي ولا الماني؟ خليط عالي بنت مصر. دي بنت مصر. دي بنت مصر. عندنا عندنا بهايم مصريه حتى نفذ الكميه. وعندنا بهايم الصلاه على حضره النبي ربنا يبارك. كله شير الفيديو يا جماعه كده وصل على الحبيب النبي. رقم تليفونك عمال لابسهم واحده واحده. 010 010 60 60 35 35 18 18 94 قول تاني. 010 60 010 60 35 3-5 1-8 1-8 9-4 بابا. شكرا ليك يا معلم حسام. محتاج اي حاجه على دماغي. ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يبارك لك. ما حبناش منك ابدا يا معلم حسام. وربنا يزيدك في نعم الله. 15500 ابو عمر صلاه النبي. 15500 ببلاش. والله يا جماعه انا مش عارف افرقوا عليه ولا ايه. العرض كله بصراحه احسن من بعضه. ابو عمر والله احنا في عز الغلا. ادك يا معلم. عجلات ربنا يبارك لصاحبنا. عجلات عجلات كله ده بس كله ده على ابو عمر يا جماعه. الرجاء كله ده على ابو عمر ان انا يعني وصلت المعلم حماده الى هذا الهدف. اهم حاجه اللي ايه؟ الرضا من عند ربنا. اهم حاجه رضا ايه؟ رضا ربنا. وطول ما معانا ربنا تفضل كسبان ان شاء الله، عمرها ما تخسر اقسم بالله يا جماعه. اللي معاه ربنا هيفضل كسبان. واللي وحد ربنا ويصلي على الحبيب النبي هيفضل كسبان. عجلات من احلى السلالات يا جماعه. يا لهوي. العجله حسام. العجله العجله الناحيه الثانيه. صحة سليمة يا ابو عمر. طب صحة عندنا سليمة هنا يا غالي. طبعا يا جماعة كل اللي بيحب ابو عمر يعملوا لايك، واحد بس، ده عشان خاطر ابو عمر طبعا. اللي كل يوم بقدم لك كل جديد وبقدم لك الحلو كله. معانا عجلات والله عند أي حد يقول لك دي بيور. استراد، ألماني، استرالي، معرفش إيه. على البز والشلشول بتاعها اللي تحت ده والطعامة دي كلها طبعا والحلاوة دي. هقول لك إيه بس؟ هقول لك دي بنت مصر. طلع معلم حسام هات لي المنبليار ده تالي. تعال لا تعال انت ارجع المنبليار هات تالي. تعال استر يا رب استر يا رب. شير الفيديو خلي الفيديو يلف العالم كله. وطبعا اللي له نصيب في حاجه هشوفها ان شاء الله. شايفين ايه دي العجلات؟ هي دي العجلات اللي تستاهل بصراحة معانا من أنجح المشاريع ومن أحسن السلالات. عجلات تعيش في أي مكان معاك. عجلات كلها شلشول من تحت. عجلات كلها قماش. عجلات كلها فتحات. مال صاحي مال سليم مال طيب أهو. ربنا يبارك لصاحب النصيب. ربنا يبارك. شكرا ليكم على اللايكات اللي طلعونا معانا يا جماعه حبايبنا. شكرا ليكم على التعليق اللي فيها الصلاه على سيدنا النبي. بشكر اي حد دخل معانا على اللايف عمل معانا لايك شير معانا الفيديو صلى على سيدنا النبي. معلم يحيى صباح الفل. صباح الفل يا عمر حبيب قلبي يا معلم. صباح الفل على كل مشاهدينا وكل محبينا وكل متابعينا في كل مكان. النهارده معانا اسعار قنابل بالنار بالصلاه على قنبله يا ابو عمر قنبله. رقم تليفونك يا معلم يحيى. رقم التليفون 010 010 2 2 2 2 8 4 8 4 7 2 7 2 4 6 6 0 10 2 2 8 4 7 2 4 6. المعلم يحيى حسن ابو الحاج. المعلم يحيى حسن ابو الحاج. اسعار قنابل ابو عمر. يا ريت يا ريت يا ريت كله كله يوحد ربنا في التعليق بس. كله يصلي على النبي بس. احنا طالبين احنا طالبين كده توحيدنا والله مش عايزين حد يشهد وخلاص. ما هو كله لما يصلي على النبي انا كسبان.
يعني الصلاه على النبي دي احنا بنزكي على المال بتاعنا صلى الله عليه وسلم. وهو برضه بياخد حسنات صلى الله عليه وسلم. بس احنا مش عايزين لا لايك ولا عايزين اي حاجه في الدنيا ولا عايز ابيع ولا عايز اشتري محترم معلم. عايزين صلاه النبي وخلاص يا ابو عمر. معلم مبسوط منك على الاخر. الله على الله معلم. الكتاب كلها مبسوط منك يا معلم. على دماغك يا ابو عمر. والظابط مر مبسوط منك على الاخر. ماشي يا معلم حسام. المحافظه المنوفيه وسنا قريه عرب ابو ذكري مزرعه الحاج حسن ابو الحاج. تليفون 010-984-998-010-225-3-7846 010-60-35-18-94 010-22-84-72-46 010-015-015 يا جماعة 016-24-755 للتواصل مع أولاد الحج حسن أبو الحج رحمة الله عليه. طبعا كل دخل على اللايف يعلق تعليق واحد يدعي له فيه بالرحمة. كل يوم بنقدم لكم جديد وجديد والسلات الأحسن. شكرا إليكم على حسن سماعكم معانا. كان معكم أخوكم أبو عمر أبو الحج وانتظرونا بكل جديد. وبشكر كل الناس اللي علقت معانا تعليق حلو يا جماعة. الناس اللي علقت معانا اللايكات دي على راسي من فوق. شكرا إليكم على حسن سماعكم معانا وأنا أترككم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.